الاتفاق 1968 فزع، يخوفونا اتفاق جاء لتقليص من صلاحيات اتفاقيات إيفيان. اتفاقيات إيفيان كانت تقضي على أساس الجزائريين والفرنسيين، يعني اون ليب سيركيلاسيون. الأوروبيين مشاو، فرنسا قالت ما بقاش البند هذا، ما بقاش يمشي مادام ما بقاوش الأوروبيين، إذن أنا نحبس الفلو هذا ميغراتوار تاعكم. قال مرحبا، دار وقت مراجعة في 84 85، تراجع مرة أخرى في 95، يعني كل 10 سنين تراجع، مراجعة أخرى في 2001. واش أكبر، ما بقاش فيه محتوى، يعني سيت ان سلوغون بوليتيك كي في بور ريونير لي زيكستريم نتاعهم. سي ليتوندار ديريير لوكال مارش لارمي دي زيكستريميست. سي كومبليتمون فو، اي سون تران دو راكونتي دي زيستوار او بوبل فرونسي. لي زاكور دو 68 n'influent en rien ni sur la qualité de l'immigration ni la sécurité de la France.